السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. هذا فيديو أرحب بالمنتسبين القناة وخاص بالمنتسبين بالقناة، أشكركم لانتسابكم لقناتنا. وموضوع النهاردة هو لكم في فيديو الحدث، إيه هو الحاجة اللي يجب أنكم أنتم تراجعوا حساباتكم فيها فيما يخص شخصيتكم الفكرية أو الروحانية أو البدنية؟ إيه اللي لازم أنكم تراجعوا نفسكم فيه، سواء تصرف تفكير أو حاجة زي كده؟ هيكون الاختيار زي ما عودناكم بالحدث عشان تغيروا من حياتكم أو من حاجات ربما شايفينها موقفة حياتكم، أو حياتكم مش قادرة تتقدم إلى الأهداف اللي أنتم عاوزينها توصل إليها. هناخد ثلاث اختيارات، اختيار أول، اختيار ثاني، واختيار ثالث. يلا اغمضوا عينيكم، خذوا نفس عميق، افتحوا عينيكم واختاروا احد الاختيارات، الاول الثاني او الثالث. الناس اللي ما فهموش الموضوع، يعني انتم دلوقتي، احنا يعني عامة الانسان يحاسب حد ظلمه، حد خانه، حد سرقه، حد تعامل معه بقساوة، لكن عمر يعني القليل من يحاسب نفسه عمل ايه كأخطاء وعمل ايه كحاجات ايجابية، او ما هي الحاجات اللي هي مش كويسة بحياتك انت او انت بتعمليها التي تؤثر على تقدم حياتك الى الامان ان شاء الله. أصحاب الاختيار الأول، إيه هي الحسابات اللي لازم أنكم تغيروها في حياتكم أو تعملوا لها أنكم تحاسبوا نفسكم عليها؟ البيج أوف وانس، الحسابات اللي لازم أنكم تراجعوا نفسكم فيها، أنكم تعملوا قبل ما تقرروا تعملوا حاجة تحسبوها كويس، لأنكم أنتم بدأتم حياتكم غالباً بأسس ورثتموها من عند الأهل، أفكار ورثتموها من الأهل، ربما أصبحت الأفكار دي كعادات وتقاليد، أنه يجب أن يكون كذا، ذلك كذا، وهذا كذا، وهكذا كذا. فمثلاً أدي لكم مثل، ربما مثلاً الوالد، أنت أو أنت كنتم عاوزين تدرسوا موسيقى، وهم قالوا لكم لا، الموسيقى ماهيش مهنة بتاعت المستقبل، ما فيهاش فلوس كتيرة، ما تقدروش تبنوا المستقبل بتاعكم بيها، ولكن لو تتبعي الطب أو المحاماة هي يعني وظيفة كويسة ومرموقة، وحيجي لكم فلوس كتيرة من ناحية يعني هذا المجال. فأنتم كبرتم بالفكرة دي وقعدت كفكرة رئيسية يعني وراخص راسخة في ذهنكم، لم تجربوا الميدان الموسيقى وجربتوه بنفسكم إذا كان كويس ولا لأ، لأ مشيتم على ما ورثتموه من الأهل. فغالبا يعني زي ما نشوف الرجل ده هنا أهو يمشي يعني وأخذ حاجة من الست دي وهو ماشي، يعني مسلح زي ما احنا بنقول، مش يعني وقي نفسه من حاجات كتيرة، قبعة عن الشمس، العصا عشان يتكئ عليها، الحذاء عشان يعني يكون يعني دافيان من رجليه، والبرنوس ده الطاقية دي عشان يعني يحمي نفسه من البرد. وده كله أخده من الوالدة هنا وهو يعني مسافر عشان يشتغل. فأنتم أخذتم حاجات من الأهل، هي حاجات أخذتموها زي ما هي، لم تدرسوها، والبعض منها أثرت في حياتكم. يجب عليكم أنكم تراجعوا حساباتكم في هذه الأشياء التي ورثتموها. أوكي، طب لماذا يجب عليكم أنكم تعيدوا حساباتكم؟ The Hermit، لأن الإنسان كلما يتقدم الوقت تتغير الأوضاع،
وكلما يتقدم الوقت يكتسب مهارات، زي ما نشوف الرجل ده الحكيم الكبير ده اللي عنده حكمة، يعني روض الأفعى وروض الذئب وأصبحوا يعني أصدقاء له وهو بيمشي في هذا الجو الليلي الذي نشوف فيه هنا النجوم، وعاوز يعني يبص قدامه الخطوات الأولى اللي هو هيعملها. يعني معناها إنه أي صحيح إنك يعني زي ما نشوف رجل هنا مسك الأفعى، أي صحيح إنك يعني الحاجات الموروثة هي حاجات كويسة، ولكن يجب إنك تدعم نفسك بحاجات أخرى تكمل هذه يعني الحاجات التي ورثتموها من الأهل، وتعرفوا إذا كانت تتماشى مع اللي أنتم محتاجينه في حياتكم واللي أنتم عاوزينه في حياتكم. فغالبا الحاجات دي اللي ورثتموها نصها لا يتماشى مع أهدافكم ولا يتماشى مع الوقت اللي أنتم عايشين فيه. فأهلكم عاشوا مثلا في الستينات، فالستينات وإحنا دلوقتي في 2000 يعني الوقت اختلف، الأشياء اختلفت، المفاهيم اختلفت، فمحتاجين تغيير وجهة نظر جديدة تخليكم تقدروا تتقدموا في حياتكم بطريقة سلسة وبطريقة عندها أساس متين إن شاء الله. نمر دلوقتي لأصحاب الكارت الثاني. ما هو الحساب؟ يعني في أي حاجة يجب عليك إنك تعيد حساباتك. البيج أوف سوردز هنا زي ما نشوف الرجل ده واقف بالسكينة بتاعته قدام يعني ناس جاية لعنده واخد حذره. هنا انتم غالبا عملتم في حياتكم حاجات أساسية، يعني زي السيدة يعني يسموها دي أركان البيت، فيها ثلاث أعمدة، وبعدين يعني نعمل السقف كده، وبعدين نبني يعني الحيطة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فالأعمدة الأربعة دول بيقولوا لهم أساس المنزل. فالكارت ده بيقول إنكم يجب إنكم تعيدوا حساباتكم في الأساسيات اللي حطيتوها في حياتكم. في حاجات أساسية كمثلا وجهة نظر، كمفهوم، أنتم مش عاوزين تغيروه بمرور الزمن. أنتم عملتوه مش ورثتموه زي المجموعة الأولى، لأ. أنتم مثلا لما تاخدوا قرار تاخدوا قرار وخلاص، مهما كان القرار ده ما تفكروش في حيثيات القرار ده يعني مستقبلا هي هيكون نافع ليكم ولا مش هيكونش نافع ليكم، لا. عندكم الكرامة بتاعتكم دي مثلا تدفعكم انكم تخسروا ناس، تخسروا حاجات عشان ما تأذوش نفسكم من كرامتكم، رغم انه في بعض الاحيان الانسان يجب عليه انه يسمح من حقه شوية عشان يقدر يوصل لحاجة هو عاوزها. فأنتم لأ، من الناس اللي مش عاوزة أسمح، مش عاوزة أتسامح، مش عاوز كده، أنا عاوزها كده وعاوزها كده، لأ الدنيا ما تجيش زي ما أنتم عاوزين. فمثلا إحنا عندكم مثل في القراءة الخاصة، يعني تواصل معنا أحد المشتركين وطلب يعني معلومات عن القراءة، ادينا له معلومات عن القراءة، فالمدير القناة اداله معلومة عن القراءة العادية إمتى هتكون، والقراءة المستعجلة تكون بعد 10 أيام من دفع يعني مستحقات القراءة. يقول له إيه الرجل ده؟ أنا عاوز قراءة في نفس اليوم اللي هدفع فيه. يعني رغم إنه مدير القناة قال له إنه القراءة العادية وصلت لكذا تاريخ والمستعجلة كذا تاريخ. يعني رفض كل المفاهيم أسسنا إحنا وقواعدنا إحنا واللي عاملينهم للقناة، وهو عاوز يفرض نفسه لأ أنا عاوزها في نفس اليوم. هذا كمثل يعني عشان تفهموا أي نقطة يجب عليكم أنكم تعيدوا حساباتكم فيها في طريقة تفكيركم. أوكي. طب ليه يجب عليكم أنكم تعيدوا تفكيركم في هذه النقطة؟ سقطت الورقة وحدها. The Emperor كارت برج الحمل. غالبا هنا كارت برج الحمل بيقول إيه؟ طاقة نارية. القرارات دي اللي بتاخدوها بسرعة، القرارات دي اللي ما عندكمش حسابات فيها أو تعرفوا إزاي تستعملوها عشان تكون في صالحكم. لو تقعدوا في التفكير ده وفي الطريقة دي
يعني هتهلكوا نفسكم، في حاجات هتضيعوها من ايدكم، وكمان يعني مش هتقدروا تتواصلوا مع ناس يكونوا ربنا ربما ربنا حطهم في طريقكم عشان يساعدوكم. فدايما عندكم يعني الرد العدواني ده بالتفكير بتاعكم، زي ما شوف الرجل ده بيقابل الناس اللي جايين عنده بالسيف كده. التكبر والتعجرف ده مش تكبر، يعني مش لاقي الكلمة عشان أعبر، أو أظن إنكم فهمتم إنكم يجب إنكم تكونوا تتماشون بسلاسة حسب الوضعية اللي أنتم فيها عشان تكون لصالحكم إن شاء الله. نمر دلوقتي لأصحاب الكارت الثالث والأخير. إيه يعني الحاجات اللي لازم إنكم تراجعوا نفسكم فيها عشان تتحسن وضعيتكم في حياتكم؟ The Ten of Pentacles. غالبا الحاجات اللي يجب انكم يعني تراجعوا نفسكم فيها، يعني هنا في عدة نقاط، بما انكم يعني مش الا واحد بيتفرج على هذا الفيديو، في عدة نقاط هنا يجب عليكم البعض منكم انكم تقدروا قيمة المادة وقيمة الانسان وقيمة الحاجات الروحية، يعني تعملوا توازن من حاجات حصلت لكم في حياتكم في الماضي، وما بين حاجات بتحصل لكم دلوقتي، وما بين حاجات حصلت للناس الآخرين. غالبا أنتم من الناس اللي ما تاخدوش درس من الحاجات اللي حصلت لكم في حياتكم، لا دايما بتقعون في نفس الغلطة وترتكبون في نفس الغلطة وذا وليك. عاوزين تخرجوا صدقة تساعدوا أي حد، اعرفوا مين عاوزين تساعدوه، مش اي واحد كده بتساعدوه خلاص وهو اصلا ربما بيحتال عليكم ومش محتاج مساعدة. العاطفة كذلك محتاجين حنية وعاطفة، مش اول واحد يقولك بحبك تصدقيه او واحدة تقولك بحبك تصدقها، لا يجب انكم يعني تعملوا ميزان توازن فيما يخص مشاعركم اللي بتدوها للناس، يعني تعيدون حساباتكم في تعاملكم مع الناس سواء بالمادة أو بالعاطفة. أعيدوا حساباتكم، عندكم حسابات أنتم مخطئين فيها وتتعاملوا بيها، ولكن دايما بتوصلكم لنقطة مش عاوزينها النقطة دي، بتأذيكم جدا النقطة دي، فأعيدوا حساباتكم. طب ليه يعني نسأل ليه يجب أنكم تعيدوا حساباتكم في هذه النقطة؟ The Ace of Wands. غالبا هنا زي ما قلت لكم اهي ايد فيها السحلية دي والعصا هنا. غالبا زي ما قلت لكم لو ما تغيروش حساباتكم في النقطة دي اللي اتكلمت عليها مش هتقدروا تستقبلوا الخيرات اللي هيحطها لكم ربنا في طريقكم. دايما هتكون اختياراتكم خاطئة. مثلا الحاجة اللي انتم مثلا هتساعدوا بيها انتم اولى بيها، هتساعدوا انسان هو طامع فيكم، هتحبوا انسان هو عاوز يخدعكم، ودي حاجات انتم مش مستجينها دلوقتي. فلو تقعدوا في هذا الحسابات حياتكم هتتأزم اكتر فاكتر، فيجب عليكم انكم تعملوا حسابات في حياتكم عشان ما لا تقعون في المشاكل دي اللي انتم دلوقتي فيها وتتكركر معاكم كل ما يمر الزمن ان شاء الله. الى هنا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو الخاص بالمنتسبين. اقول لكم شكرا لانتسابكم لهذه القناة، وما تنسوش يعني تجددوا الانتساب كل مرة. اوكي، شكرا لكم والى الملتقى، مع السلامة.